مقدم بمدينه تيفلت. كنتاسفوا لهذا التنظيم اللي تنظم في مدينه الرباط، كان يتنظم في مدن اخرى بحال مراكش، اكادير، فاس، طنجة، ومناطق سياحيه. وديك الحاله اللي وقعت في الملعب اللي العالم كامل تيشوف فيها. وتنتاسفوا الكلام ديال السيد وزير الشبيبه والرياضه اللي غير الكلام، ما تنشوفوش داك الشيء بالفعل كاين. دار حوار مع الشباب ما كاين حتى حاجه، ابطال الحي ما كاين حتى شي حاجه، غير الكلام. اما هادشي اللي دار في المركب تيتاسفوا فيه جميع المغاربه وجميع الرياضيين. بزاف د الحوايج تيقولهم وزير الشباب والرياضه كبار، وانا فاش تنجو في ارض الواقع ما تلقاو حتى شي حاجه. كنشوفوا مثلا غير الرياضه في المغرب راه غادا وكترجع اللور اللور. مثلا الوزير تيوعد الشباب، الفئه الصغرى، ما كاين حتى شي حاجه. حتى في التنظيم الكبير مثلا في هذا كاس العالم اللي منظم ديال الانديه، راه حشومه ومن العار يوقع بحال هاد الحوايج. يمكن لينا نهضروا على هاد الشيء اللي وقع هنا في المغرب، هاد المهزله هذه اللي وقعت في كاس العالم ديال الانديه. سيدي ايه، المغرب بلد مضياف، بلد هذا بلد اللي تيرحب بجميع الزوار، ولكن هاد المهزله هذه اللي وقعت في المركب ديال مولاي عبد الله راه كنا نساتنا كاملين، حنا ضراتنا كاملين، حنا المغاربه. تنتاسفوا بزاف لهاد الشيء، رغم انه بانه راه المغرب كاين فيه اربعه د الملاعب اللي في مستوى عالي. علاش بالضبط مدينة الرباط؟ رغم أن مدينة الرباط دائما مع عمر داك التيران ما كان فيه الجمهور، علاش ما يدارش في كازا؟ في كازا دائما التيرانات عندنا تتكون 100% عامر التيران، رغم أنها تكون مقابلة غير بسيطة 100%. علاش هادشي كامل؟ تنسألوا من الوزير يجاوبنا على هادشي بارك. لا، المركب ديال الرباط يعني ما لايقش باش يتلعب فيه مباريات كبيرة بحال ديال الريال. كاينين بزاف ديال الشوارع، الحمد لله عندنا بزاف ديال التيرانات في المركبات في المغرب، بحال المركب ديال طنجة، المركب ديال مراكش. وزعما ماشي ضروري يلعبوا في الرباط حيت هي مثلا العاصمة، ولا كاينين تيرانات الحمد لله عندنا بلادنا، حنا ما خاصهاش حاجة، خاص غالي يعرف يسيرها.